ما يزال مشروع بناء ميناء عائم مؤقت قبالة سواحل غزة تنفذه القوات الأمريكية يثير تساؤلات عدة، لعل آخرها إعلان الجيش الأمريكي وقف أعمال البناء مؤقتا بحجة الظروف المناخية. وكان البنتاغون أكد اكتمال أكثر من 50% من أعمال بناء الرصيف التي ارتفعت تكلفتها بحسب مسؤول أمريكي إلى أكثر من 320 مليون دولار. لا يهدأ الجدل بشأن الميناء الذي شرعت الولايات المتحدة في إنشائه على ساحل قطاع غزة، ولا تنتهي التساؤلات بشأن جدواه وتكلفته وكيفية إدارته. لكن السؤال الأهم، هل حقا الميناء العائم والمؤقت هذا كما يقولون أولوية إنسانية لأهل غزة أم لأغراض أخرى؟ لأول مرة يكشف مسؤول أمريكي أن التكلفة التقديرية لبناء الرصيف البحري قبالة ساحل غزة ارتفعت إلى 320 مليون دولار. وبحسب المصدر فإن التكلفة زادت إلى المثلين تقريبا عن التقديرات الأولية. السيناتور الأمريكي روجر ويكر قال إن التكلفة التي سيسدد ثمنها دافعو الضرائب الأمريكيون كبيرة جدا مقارنة بمنافعه، مستغربا أن كل هذا لتشغيل الرصيف لمدة 90 يوما فقط. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن إنشاء الرصيف في مارس الماضي بحجة تسهيل دخول المساعدات إلى غزة، وسيتعامل الرصيف في البداية مع 90 شاحنة يوميا، وقد يصل العدد إلى 150 شاحنة عندما يعمل بكامل طاقته، وهو عدد قليل جدا مقارنة بما كان يدخل قطاع غزة من شاحنات برا قبل الحرب. وبحسب خطة توصيل المساعدات سيكون ميناء لارنكا في قبرص بمثابة نقطة انطلاق للممر البحري الذي ستبحر منه السفن للقطاع، حيث يتم تفتيش السفن من قبل إسرائيل، ومن ثم تتجه السفن إلى الميناء العائم قبالة ساحل غزة في البحر المتوسط، وبعدها تنقل البضائع إلى الشاطئ عبر جسرين بطول نحو 550 مترا لكل منهما، لتوضع في مكان يقع إلى الجنوب قليلا من مدينة غزة، كما يقع المكان إلى الشمال من الموقع الذي ينتهي فيه محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه. ويرى مراقبون أن هذا الميناء لا يرتبط حقا بالدواعي الإنسانية، وإنما بتجديد الحصار الإنساني والاقتصادي على القطاع، ويعد بحر غزة متنفسا اقتصاديا لسكان القطاع، حيث تنتشر المشاريع والمحال والمتاجر، في حين يشكل مصدر رزق لآلاف الصيادين الذين يواجهون منذ سنوات مخاطر متعددة بسبب الاحتلال. ولا يستبعد آخرون أن يكون الميناء المؤقت خطوة متقدمة للاستحواذ على غاز غزة في حقلي مارين 1 و2. وقد أثار وزير الخارجية الإسرائيلي في شهر فبراير الماضي جدلا في اجتماع رفيع المستوى لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للترويج لخطة بناء جزيرة صناعية قبالة ساحل غزة، فهمت لدى البعض بأنها مشروع منصة للغاز وشحنه نحو أوروبا. الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان نقيب ملاحة الأردن الدكتور دريد محاسنة. دكتور مرحبا بك معنا. بالاستفادة من خبراتك الملاحية دكتور، إلى أي درجة هذا المشروع المؤقت بهذه المواصفات هو مشروع عملي؟ المشروع غير عملي أبدا، المشروع له أهداف سياسية طبعا قبل ما تكون إنسانية، الإنسانية تأتي فيما بعد، لكن الإنسانية المحقة هي في إيقاف القتال ومنع تدمير غزة وقتل أهلها. لكن حقيقة أولا إحنا تدخل الولايات المتحدة الملعب كلاعب إنساني وليس سياسي، والغرض سياسيا في أمريكا أصوات العرب في الانتخابات الأمريكية، لكن الغرض السياسي الآخر في المنطقة هو أنه هذا حل بديل عن الأنروا. يعني أنت في من ناحية تمنع الأنروا ممارسة عملها وتزويد الفلسطينيين بالغذاء في غزة، وبنفس الوقت بتأتي على حل. إسرائيل أيضا لن توافق على هذا الحل، لأن إسرائيل ترغب بالسيطرة على كافة مداخل البضائع لكل فلسطين في الضفة الغربية وفي غزة، ولا وتمنع دخول بضائع من موانئ أو مطارات. ذكرت دكتور الجانب السياسي في المشروع، لكن وأجبت بأنه ليس عملي، لماذا هذا المشروع ليس عملي؟ ميناء قائم مؤقت على اللي بسموه فلوتينج، يعني الأمريكان لجأوا لمثل هذه الموانئ
في حرب الخليج الأولى 1991 ولم ينجح في الكويت، فما بالك في غزة. إذا بدك صدقاً أن المساعدات تدخل، افتح المعابر سواء في رفح أو مع مصر أو المعابر عبر الأردن أن توصل البضائع، لكن لا نية صادقة في إيصال المساعدات للفلسطينيين. هذا المشروع الذي يتحدث الأمريكيون على أنه سيكون على مدى 3 أشهر عمل هذا المشروع، ألا يمكن أن يخفف قليلاً من معاناة الغزيين؟ ممكن، لكن فلنتفق أخي الكريم أنه أنت ممكن تستعمله ليس فقط للتزويد غزة وأهلها بالغذاء والدواء، لكن إذا رست باخرة ركاب بكرة وأخذت من أهل غزة بالتهجير فهذا أيضا ممكن. يعني إحنا لا نعرف أهدافه على المدى البعيد، إحنا نعرف على المدى القصير أنه المطلوب يوميا 500 شاحنة تصل إلى غزة للغذاء والدواء. لماذا لا تستعمل المعابر البرية والطرق البرية؟ ال 320 مليون اللي كنا بدنا ندفعهم أو اللي بدأت تدفعهم الولايات المتحدة في هذا الميناء العائم والذي لن يستمر لصعوبة استمراره ومش ميناء رسمي قائم، ممكن استعمالهم في الغذاء والدواء. أنا بشكك أنه هذا راح يكون حل، وبالتالي نعم هو جزء من مساعدة ودعم لها الغزة إذا استمر. لاحظ لكن هو مربوط بلارنكا ليس مربوط في مصر والأردن الدول المجاورة، وهو بإشراف إسرائيلي، بما معناه مقيد سواء من نوعية البضاعة أو من حجمها. مقيد من ناحية البضائع، من ناحية المواصفات الملاحية بناء على خبرتك دكتور، ما هي الأشياء التي يمكن الاستفادة منها؟ أصحاب المشروع يقولون بأن طاقته قد تصل إلى 150 شاحنة. صحيح، لكنه لا يكفي، هذا ميناء عائم، في أي عواصف أو تلم بالمنطقة أو تحدث في المنطقة ممكن أن يتأثر ويتعطل استقبال البواخر أو استعماله، فهو ليس ميناء رئيسياً. أخي الكريم أنا بتذكر بال 1994 كنت مدير الموانئ الأردنية وكان في أمل نبني ميناء في غزة، لليوم ما فيش ميناء في غزة. يعني على هذا الميناء المؤقت بالنهاية أغراضه مؤقتة ولن يكون حلا بديلا دائما. من عمان نقيب ملاحة الأردن الدكتور دريد محاسنة، شكرا جزيلا لك. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع مخاوف المستثمرين بشأن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. أوقية الذهب كما نشاهد تسجل ارتفاعات مكاسب نتحدث عن 18% والأسعار عند 2320 دولارا للأوقية. من العوامل الداعمة لهذه المكاسب تصاعد التوقعات بخفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل في سبتمبر القادم. أسعار الذهب مرتفعة منذ بداية العام بأكثر من 11% كما نشاهد هذه مكاسب أسعار الذهب، حيث وصلت إلى مستويات هي الأعلى على الإطلاق عندما وصلت إلى 2390 دولارا للأوقية في نهاية شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وهذا على خلفية التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من توسع تداعياتها الاقتصادية. في خبر آخر، حذرت مجموعة ميرسك لشحن من اضطراب أكبر في حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة ارتفاع المخاطر الناجمة عن استهداف سفن الشحن. وتوقعت المجموعة انخفاض الطاقة الاستيعابية لخطوط الشحن بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يصل إلى 20% في الربع الثاني من هذا العام. يذكر أن ميرسك حذرت الأسبوع الماضي من طول أمد اضطراب حركة الشحن عبر البحر الأحمر حتى نهاية هذا العام على الأقل، وقالت إنها زادت من طاقتها الاستيعابية من الحاويات مستأجرة نحو 125 ألفا منها لتلبية الطلب المرتفع. وقالت ميرسك ثاني أكبر مجموعة لحاويات الشحن في العالم إن عدد الحاويات ازداد أكثر من المتوقع في الربع الأول من هذا العام، كما توقعت نموا لتجارة الحاويات عالميا بما يصل إلى 4.5% خلال العام الجاري. وأدى اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى تراجع حركة المرور عبر قناة السويس ب 66% خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي على أساس سنوي. وكانت أسعار الشحن الفورية ارتفعت توائل هذا العام 3 أضعاف
قيمتها مسجلة 3500 دولار للحاوية الواحدة، لكنها تتراوح حاليا عند مستوى 2500 دولار للحاوية، وذلك بحسب المؤشر الذي يقيس أسعار الشحن ل 12 خطا ملاحيا رئيسيا في العالم. نهاية فقرتنا الاقتصادية، شكرا لكم، عودة لمريم لمتابعة بقية الأخبار.